ينضم إلينا للحديث حول هذا الموضوع دكتور مازن العلي، عضو إدارة مجلس الزيت والزيتون. مساء الخير دكتور مازن، يعني لخص لنا الأسبوع الأخير منذ بداية الموسم هذا العام. مساء الخير لك ولجميع الفلاحين والمزارعين الزيتون خصوصا، ونأمل من الله تعالى أن يكون موسم مبارك لجميع الفلاحين في هذه البلاد. حقيقة أنا بكمل حديثي مع حديث الأخ من سخنين، مدينة اللي احنا بنفتخر بها في دير حنا عرابي سخنين بل في الجليل، بأنه هناك كان يوم الأرض هو كان انطلاقة لتنشيط ولزراعة الأراضي اللي كنا ممنوعين أن ندخلها في منطقة المل، منطقة رقم 9 اللي قام من أجلها يوم الأرض من أجل زراعة الكم الهائل من أشجار الزيتون في هذه الفترة. فإحنا بنقول أنه الاهتمام في الأرض وزراعة شجرة الزيتون في أراضينا هي إن دلت على شيء بتدل على صمودنا في هذه الأرض اللي إحنا ما ورثناها عن أبائنا وأجدادنا. نعم. بالنسبة لموسم الزيتون هو موسم شحيح كما معروف، هذه السنة أقل خصوبة من الموسم السابق في السنة الماضية. زي ما هو معروف فصل أو موسم الزيتون كل سنة، سنة بكون عندنا إغلال أو حمل وسنة أخرى ما بكون عندنا حمل، وهذه السنة اللي ما في عندنا حمل زي باقي السنين اللي الماضي. ولكن موسم قطف الزيتون هو موسم زي ما قال الأخ، موسم بلم العيلة مع بعض من أجل لم وقطاف وقطاف ثمرة الزيتون. فإذا فكرنا أنه الموسم كثمرة زيتون كزراعة الزيتون وخصوصا البعلية هي غير مجدي اقتصاديا، أنه الدكتور يسكر عيادته أو المحامي يسكر مكتبه من أجل قطف الزيتون غير مجدي. إذا نحسبها قديش إحنا عملين نخسر على الأرض من أجل جني ثمار الزيتون لإنتاج كمية قليلة من الزيت، هذا غير مجدي اقتصاديا. ولكن تمسكنا بهذا الأرض نعم بيجبرنا أنه إحنا نكمل في دكتور مازن، يعني شح الموسم هذا العام يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار، يعني ليعرف الناس هذه المعلومات أيضا. زي ما أنا كنا بزيارة في مجلس الزيت والزيتون، زي ما هو معروف أنا عضو في مجلس الزيت والزيتون الإسرائيلي هون في البلاد، ممثل الوسط العربي عن ال 250 ألف دونم بعل اللي هن مزروعات. معظم أكبر شجرة مزروعة في البلاد هي شجرة الزيتون، 250 ألف دونم، ومعظم ملكيتها تعود إلى الفلسطينيين داخل هنا في البلاد، ومعظم الزراعة هي موجودة في الجليل اللي إحنا ورثناها. شح الموسم صحيح كان في الموسم المطر الماضي كان أمطار غزيرة وصل لحد 1000 مليمتر هنا في منطقتنا في الجليل، ولكن وقت الإزهار كان في برد كثير، وبعدين كان عندنا درجة حرارة عالية مما أدى إلى سقوط الأزهار الكثيرة اللي أدى بالنهاية إلى عدم حمل ويكون موسم وافر عندنا بهذه السنة. نعم دكتور مازن، يعني سؤالي الأخير في هذه المرحلة، ما هي شروط عمل المعاصر في زمن تقييدات كورونا؟ هناك نحن في مجلس الزيتون أصدرنا تعليمات واضحة بأننا وحسب تعليم وزارة الصحة ووزارة الجبهة الداخلية خلينا نقول عدم التجمهر الكافي في المعاصر يكون لحد 20 شخص، التنسيق بين صاحب المعصرة والفلاح أنه يجي هو على المعصرة وانت هو بده يدرس يستخلص الزيت من زيتوناته، وقدر الإمكان عدم التجمهر في المعاصر وتماشيا مع قوانين زي ما قلنا الجبهة الداخلية ووزارة الصحة. ونتأمل أنه يكون موسم مبارك، إحنا بنتوقع 12 ألف طن زيت في البلاد هذا الموسم، واستهلاكنا في البلاد هو 30 ألف طن. نتأمل أنه المنتوج الزيت العربي يكون يكفينا، إذا ما بكفينا في عنا فائض من السنة الماضية نتأمل أنه يكفينا على الأقلية، ولكن بالنهاية الدولة راح تستورد من دول أوروبا زيت لهذه السنة. يعني دكتور مازن العلي نكتفي في هذه المرحلة، شكرا لك وكل عام وأنت بخير.